السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرد من فروض المرحلة الثانية السادس ابتدائي، مادة الاجتماعيات، واللي كتخص المرحلة الثانية كما قلت الفروض ديال المراقبة المستمرة السنة الدراسية 2022-2023. إذا من طبيعة الحال غادي ندرس معكم لي زاكتيفيتي ثلاثة بهم، يعني المكونات ثلاثة بهم ديال الاجتماعيات، اللي هما التاريخ، الجغرافيا والتربية المدنيه اللي كانت شحال هذه التربيه على المواطنه. اذا دابا غادي نبداو بالتاريخ، عليه 10 ديال النقط. كان الصيد البحري والنهري دعاما للاقتصاد المغربي لغنى المياه المغربيه بالانواع المتعدده من الاسماك، والغلات الزراعيه كانت متنوعه واهمها القمح، وتعتبر منطقه طنجه ولكسوس من اهم المناطق التي كانت تنتج الزيوت. ومع الاهتمام بالزرع والحصاد اهتم المغربي منذ العهود البائده بتربية الماشية، وكان هذا النشاط الفلاحي يصاحبه نشاط صناعي بجوار صناعة الأصباغ، بتصرف الدكتور التازي محمد سعود، صفحات من تاريخ المغرب القديم. إذن هذه هي الوثيقة اللي بدينا بها، وثيقة تاريخية. سؤال الأول، غادي نبداو أكتب مصدر النص. إذن مصدر النص دائما المصدر يكون هنا، إذن مصدر النص وبتصرف دكتور التازي محمد سعود، تازي محمد سعود، صفحات من تاريخ المغرب القديم. من تاريخ المغرب القديم. السؤال الموالي هو السؤال الثاني، أحدد الفترة التاريخية التي يتحدث عنها النص بوضع سطر تحت الجواب الصحيح. إذن الفترة التاريخية، واش هي فترة ازدهار الحضارة الأمازيغية، ولا حكم الفينيقيين والقرطاجيين للمغرب، ولا الفتح الإسلامي للمغرب؟ إذن هنا في هذه الوثيقة التاريخية كنتكلموا على ازدهار الحضارة الأمازيغية، ازدهار الحضارة الأمازيغية. السؤال الموالي وهو السؤال ثلاثة، من هم سكان المغرب الأولون؟ إذا انطلاقا من الدرس، سكان المغرب الأولون وهما الأمازيغ، إذا الأمازيغ. إذا كنلاحظ بأن هذا القلم ما كيكتبش مزيان، غادي نحاول نبدلو. إذا غنحاول نكتب بالأسود. نعم، إذا الأمازيغ. رابعا، انطلاقا من الوثيقة التاريخية وما درسته، تحدث عن الأنشطة التي مارسها الأمازيغيون منذ القدم. إذا الأنشطة التي مارسها الأمازيغيون منذ القدم، عندنا الصيد البحري ذكرناها كاينة في الوثيقة، عندنا الاقتصاد، عندنا الزراعة، عندنا زراعة القمح، عندنا الأنشطة الصناعية إلى غير ذلك. إذا الأنشطة التي مارسها نذكرو مثلا الصيد البحري، ثم الصيد البحري والنهري، يعني في الأنهار والنهري، أنشطة زراعية كزراعة القمح، عندنا أنشطة أولى إنتاج الزيتون أو الزيوت، الزيوت إذا الزيتون يعني الزيوت، نعم، وتربية الماشية. إذن كلها أنشطة كان يمارسها الأمازيغيون منذ القدم. السؤال الخامس، أذكر اسم الملك الأمازيغي. الملك الأمازيغي اسمه يوبا الثاني، يوبا الثاني، نعم. السؤال السادس، أذكر مؤسس الدولة الإدريسية. من هو مؤسس الدولة الإدريسية؟ بطبيعة الحال هو المولى إدريس الثاني، نعم، المولى إدريس الثاني هو مؤسس الدولة الإدريسية. سابعا، أسمي اللتين بناهما الأدارسة بمدينة فاس. إذا عدنا عدوة الأندلس، مدينة الأندلس، ثم عندنا هذه كانت في 808 ميلادية، ثم عدوة القرويين، قرويين اللي هي مدينة القيروان، مدينة القيروان فوقاش هذه في 809 ميلادية. السؤال الثامن، أعرف دار السكة. دار السكة هي مؤسسة خاصة لضرب لصنع مثلا القطع النقدية، يعني النقود يعني العملات، كذلك الإنتاج ديالها، وإنتاجها
دوزو الآن للجغرافيا، بين المجال الثاني في الاجتماعيات. السؤال الأول، أصل بخط بين المفردات والتعاريف المناسبة لها. عندي جوج ديال المفردات، عندي النطاق المناخي والنطاق الزمني. عندي جزء من سطح الكرة الأرضية يطبق فيه توقيت واحد ويضم 15 خط، ولا جزء من مساحة الأرض تحده خطوط عرض معينة ويتميز بخصائصه المناخية من حرارة وتساقطات مثلا. إذا هنايا كنتكلموا عن النطاق المناخي، وهذا كنتكلموا على النطاق الزمني، يعني هو جزء من سطح الكرة الأرضية يطبق فيه توقيت واحد ويضم 15 خطا. السؤال الثاني في الجغرافيا، أذكر النطاقات المناخية الكبرى في الكرة الأرضية. ده النطاقات المناخية الكبرى، نبدأ بالنطاق مثلا النطاق المعتدل، كان خصنا نبدأ بالبارد مثلا. نعم نبدأ بالبارد، نطاق بارد أو قطبي، كنتكلموا على القطب الشمالي، إذا بارد أو قطبي. نطاق المعتدل، المعتدل، وهنا النطاق الحار أو بين المدارين، أو بين المدارين، كتسمى نطاق حار أو لا بين المدارين. السؤال الثالث، أي نطاق مناخي يقع فيه المغرب؟ إذا شنو هو النطاق المناخي اللي كاين فيه المغرب؟ إذا النطاق المناخي للمغرب هو النطاق المعتدل، هو النطاق المعتدل في الشمال، يعني في المنطقة الشمالية، يعني مناخ متوسطي، وحار في الجنوب، مناخ صحراوي. صافي، إذن هذا هو النطاق المناخي اللي كيتميز به المغرب. دوز السؤال الموالي دائما في الجغرافيا. إذن عندي سؤال 4، أكتب صحيح أو خطأ أمام العبارات التالية، لن يقع المغرب شمال خط الاستواء، واش صحيح ولا خطأ؟ نعم صحيح، صحيح. يعادل كل نطاق زمني ساعتين، هنا كتعني خطأ، إذن هذه العبارة خاطئة. يقع المغرب شرق خط غرينيتش، هذه عبارة خاطئة. مدة الدورة المحورية للكرة الأرضية 24 ساعة، صحيح. خطوط العرض متساوية فيما بينها، خطأ. خطوط العرض غير متساوية فيما بينها، صحيح. إذن هنا خطوط العرض متساوية فيما بينها، راه ماشي متساوية فيما بينها، خطا العرض أو خطوط العرض ليست متساوية، بينما على العكس خطوط الطول متساوية فيما بينها. سؤال موالي هو السؤال 5، واللي فيه غادي نملؤ بعض الفراغات هنا. كم عدد النطاقات الزمنية في العالم؟ إذا عندنا واحد الجدول غنكملوه. شنو هي النطاقات الزمنية في العالم؟ عدد النطاقات الزمنية في العالم 24 نطاقا زمنيا، لأنه كيتناسب مع عدد الساعات. ما عدد الدقائق في كل نطاق زمني؟ عدد الدقائق في كل نطاق زمني هو 60 دقيقة. ماذا يقع للتوزيع الساعي شرق خط غرينتش وغربه؟ يزيد التوقيت الساعي شرق خط غرينتش، يعني كيزاد شرق خط غرينتش، وينقص التوقيت الساعي غرب خط غرينتش. نعم، إذا نطاقات الزمنية عندنا 24، الدقائق في كل نطاق عندنا 60 دقيقة، لأن كل نطاق يعادل ساعة، يعني فيها، والساعة فيها 60 دقيقة. وهنا بالنسبة توزع الساعي شرق خط غرينتش وغربه، إذا بالنسبة توقيت الساعي يزيد شرق خط غرينتش وينقص غرب خط غرينتش. دوزو التربية المدنية الآن. إذا المكون الثالث، مقتطف من اتفاقية حقوق الطفل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، شرط احترام الآخر وسمعته والنظام والأداب العام. وزارة التربية الوطنية المريني الوهابي أمينة بمساهمة مليكة غفران بتصرف. هذا هو المصدر. السؤال الأول، ما هو الحق الذي تخول هذه الاتفاقية للطفل؟ لشنا هو الحق اللي كتخولوا هذه الاتفاقية؟ إذن هنا كيبالنا عندنا حق التعبير، إذن عندنا حق التعبير عن آرائه، نعم، يعني بحرية في جميع المسائل، بحرية في جميع المسائل التي تمس به،
يعني بالطفل. نعم. السؤال الثاني، ما الشرط الذي يقابل هذا الحق؟ شنو هو الشرط؟ إذن ها هو شرط احترامي، شرط احترامي الآخر وسمعته والنظام والآداب العامة، طبيعة الحال. إذن هذا هو الشرط. السؤال الثالث، أعرف حرمة الحياة الخاصة، الحق في عدم المس بالحياة الخاصة للشخص بالولوج غير المرخص به إلى معلوماته الشخصية واستعمالها ونشرها دون موافقته أو دون موافقة منه أو دون رضاه كذلك. إذن هذه هي حرمة الحياة الخاصة. سؤال الرابع، أذكر أربعة من مخاطر أو أربعة مخاطر تهدد الحياة الخاصة للأطفال من خلال الأنترنت. المخاطر مثلا نديرو تشهير الأنترنت، عندنا التشهير والإرهاب النفسي، عندنا كذلك المضايقة والابتزاز، لأن ممكن شي حد يبتزك بالحياة الخاصة ديالك، شي حاجة عنده هو يبقى يبتزك بها. عندنا التعرض لمحتوى غير لائق، عندنا العنف والتهديد، عندنا التحرش الجنسي كذلك، التحرش الجنسي. السؤال الخامس والأخير، عندنا واحد الجدول هنا غادي نجاوبو بصحيح أو خطأ، أتقاسم صوري وصور عائلتي مع أي شخص؟ خطأ. أمتنع عن الإدلاء بالاسم والنسب العائلي؟ هنايا صحيح. أكشف عن هويتي ومعلوماتي الأساسية للمدرسة والشرطة فقط؟ صحيح. لا أدخل إلى المواقع الزائفة ولا أفتح الروابط المشبوهة؟ صحيح. لا أستشير والدي في الولوج إلى مواقع الألعاب الخطيرة؟ خطأ وسلوك خاطئ. أدلي بمعلومات أو بمعلومات والدي البنكية في المواقع الإلكترونية؟ خطأ. إذن حددنا السلوكات الصحيحة والسلوكات الخاطئة، وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد من فروض الاجتماعيات المستوى السادس ابتدائي. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.